بسم الله الرحيم. السلام عليكم. اليوم كنعرض المشكل ديالنا اللي كيتعلق بفندق سيدي الحسين اليوسي. الحيثيات الموضوع هو ان الفندق تحكم نهار 12/10/2018 بالإفراج. كان هذا الحكم لصالح المكتب المغربي للسياحة. هذا الاخير جا درنا معنا محضر في البشوية ديال صفرو، يعني التزام على اساس اداء تعويضات العمال مقابل الإفراج. درنا معهم هاد المحضر، جاو النهار اللي سميتو سهلنا المساء ديال الإفراغ. هاد الفندق كان تابع لشركة بروسبير لصاحبها آية المدة الله يرحمه، اللي عندهم نفس الفندق في عين شقف فاس. المهم بعد هادشي دابا تقريبا راه قربت توفى عامين، كان اتصلوا بالمكتب المغربي للسياحة ما كيجاوبناش. الاجتماعات اللي درناها في العمالة كيقولوك بان اتصلوا بهم بان الملف ديالنا كله في الماليه، حنا لحد الان مازال ما شفنا حتى شي حاجه. السلطات كتراوغنا كما بغات، لان هذه مده وحنا كنطلعوا ونمشيو ونجيو عند السيد الباشا بدون فائده. المكتب المغربي للسياحه مشيت عنده اكثر من 3 المحطات، ما كاين شي جواب صحيح. لهذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله تدخل لتسويه هذا الملف نظرا للظروف الصعبه للعمال. الاغلبيه ديالهم موعي الاسر، كاين اللي عنده الطريطات ديال الدار، المهم مشاكل بالجمعة. وشكرا.